اتوقع يعني من البديهي ومن المنطقي ان يعني جماهير ومشجعي برشلونه يعملوا سرادق عزاء حزنا على رحيله، ومن المنطقي والبديهي برضو ان كل جماهير مانشستر تلاقي الزغاريد جايبه اخر المنطقه عندهم. هو يعني بس هو فعلا كمان في نقطه هي وضحتها، لان المستوى الاخير او مؤخرا لبرشلونه كان بصراحه متدني جدا، فكان في فعلا تباين في الفكره هنا، ومطالبه كمان باقاله المدير الفني، يعني اعتقد دي برضو حقوق مشروعه الى حد كبير. بس ده اطار مختلف، لكن لا مساس بخصوصية هذا اللاعب الفذ الاستثنائي. ميسي حالة استثنائية طبعا، متفق معاك جدا. خلينا بقى نروح لتمرينات، بس التمرينات النهاردة مش مع